السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، إن شاء الله طاب يومكم بخير، إن شاء الله تكونوا بخير ودائما تكونوا بالصحة والعافية. عندي كمان، طبعا أنا كتير جبت قطرات من رصاصي، قطرات الشرقية وغير، مرات بحاول بجيب من شركات تانية، يعني بحاول أشوف، يعني يمكن دايما مو الاسم، هي يعني لازم يكون عطر كويس بحيث الشركة أو اسم الشركة، يعني مرات بتشوف شركات تانية يكون عندها عطورات كمان كويسة يعني وبسعر معقول. يعني على العموم أنا جبت هالعطر، أنتو مثل ما بتشوفوا جواد الليل، ما بعرف الذهبي اسمه، هون كاتبين خالص، يمكن الشركة هي خالص بس اسم العطر يمكن جواد الليل. إيدو دي بارفان هالعطر، وأنتو بتشوفوا إماراتي كاتبين يعني تحته، ما بعرف اسمه، في مصنع خالص ذاته هي بإمارات، أكيد إخواننا اللي في الإمارات يمكن يعرفوا وينها. شوفوا العلبة، يعني علبة حلوة، هي اللي فيها لمعان كتير، يعني ذهبي العطر، العلبة علبة العطر زجاجي، وهاي بلاستيك، هاي بلاستيك جاي بلاستيك، هاي ريحة العطر، ما بعرف ريحة العطر مثل بتذكر نوع من السكاكر او هيك شغلات، سكاكر فواكه كان، ما بعرف، تحس انه في فواكه شغلات بهالعطر، بس ريحته خفيفة، يعني ريحته خفيفة، تقدر تستعمله بالصيف وبالشتاء كمان العطر، وله فواحان كويس، في له ثبات بضل ساعات، يعني انا جربته فواحانه كتير كويس وثباته كمان كتير كويس، بيضل أكتر من 2 3 ساعات ثبات هالعطر، وسعره بحدود 25 يورو 30 يورو، ما بعرف، يمكن بتشوفوا يمكن بالبلدان العربية أرخص، أنا ما بعرف، بس وهالعطر رجالي طبعا، يعني أنا هالعطر هيك صدفة يعني شفته وجبته، يعني حاولت أجرب وأشوف، مثل ما حكيت في عطورات تانية بغير شركات بيكونوا كويسين يعني، وطبعا هي 100 ميل، ممكن واحد يجربه، ممكن إذا حدا راح على شي محل يمكن صدفة يشوف هالعطر يشمه، ريحته حلوة يعني، مو سيئة العطر. على العموم إن شاء الله بغير فيديوهاتنا انزل شغلات تانية في عندي، اي تعليقات اي استفسار ممكن تكتبوا لي ان شاء الله، انا بحب انه كل واحد يحكي وجهة نظره بالتعليق، والكل يشارك يعطي رأيه، اللي عنده فكرة عنه اللي ما عنده يستفاد من التاني، يعني هي بشكل عام قسم التعليقات هي مثل التواصل الاجتماعي، مشان واحد يعطي آراءه للتاني، يعني هي مو مكان، يعني في ناس بيتمسخروا على الحكي، في ناس يعني أكيد مو كل الناس مثل بعض، يعني أنا بتقبل هالأمور، يعني إن شاء الله أشوفكم بغير الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.